بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية ومن على جريدة لو بيتي جورنال ماروكان. عندنا هذا المقال بورتغال، إذا نتكلم على البرتغال. لي ماروكا سون بابي ريسك لا بريزون، إذا المغاربة بدون أوراق. ريسك يعني أنهم يواجهون خطر، لا بريزون يعني السجن. إذا المغاربة بدون أوراق يواجهون خطر السجن. Les Marocains sans papiers risquent le prison au Portugal. Au Cameroun, dans la zone, les Marocains sans papiers, et dans notre cas, les Maghrébins bidon aurak, risquent la prison au Portugal. Risquent la prison au Portugal. Et ouais, j'ai une chatar sijn bil Portugal. Le ministère de l'Intérieur portugais, notre cas, les ministères d'Intérieur al Portugalia, serait en train de réfléchir. يعني أن أثناء التفكير سوغي أون تخان دو غيفليشيغ، أن أثناء التفكير كما نقول هنا بأنها ربما سوغي أون تخان. عندنا لو فيرب إتر أو كونديسيونيل بخيزون، طبعا الذي يفيد الشك كما قلنا فيما سبق، يعني كما نقول أن ربما تفكر أن بلون فيزون، يعني أن تفكر كما نقول في تصميم أو في برنامج. فيزون أماتر فيزون كما نقول الرامي. طبعا لو فيغ فيزي يعني أنك تصوب نحو هدف أو أنك ترمي إلى الوصول إلى هدف. فيزون أماتر ليزيميغري كلونديستان، فيزون أماتر ليزيميغري كلونديستان أون بروفونونس دو ماروك أون بريزون. Le ministère de l'Intérieur portugais serait en train de réfléchir à un plan visant à mettre les immigrés clandestins. Serait en train de réfléchir à un plan visant à mettre les immigrés clandestins en provenance du Maroc en prison. وزارة الداخلية البرتغالية أن ستكون ربما أثناء التفكير à un plan visant في برنامج رامي، في برنامج رامي أو هادف. À mettre les immigrés clandestins, les Wadri, les Muhajirin, les Syriens, en provenance du Maroc, les Qadimina, من المغرب, en prison, يعني في السجن. Plus précisément, أكثر دقة dans une aile inoccupée, dans une aile inoccupée, في جناح غير مشغول, في جناح فارغ, كما نقول. إذن أكثر دقة ستضعهم في جناح غير مسكون دو لا بريزون دو كاكسياس، في سجن كاكسياس أو سجن كاسياس أليكستيريور دو ليسبون، يعني خارج مدينة ليسبون. أليكستيريور دو ليسبون خارج مدينة ليشبونة. سيت أن بلون إيفوكي بار لو مينيستر دو لادمينستراسيون أنتيريور بورتيغي. سيت أن بلون إيفوكي بار لو مينيستر دو لادمينستراسيون أنتيريور بورتيغي. C'est un plan évoqué par le ministre de l'administration intérieure portugais, Eduardo Cabrita. Et un programme évoqué, الذي أثير par le ministre de l'administration intérieure, الذي أثير وزير الإدارة الداخلية portugais, البرتغالي, Eduardo Cabrita, الذي يسمى بهذا الاسم. Indique le journal Expresso, أشار جريدة Expresso. Qui précise التي أوضحت أو الذي أوضح. طبعا نتكلم هنا على الجريدة. Indique le journal Expresso. أوضحت جريدة Expresso. Qui précise التي أوضحت. طبعا نتكلم على le verbe préciser فعل أوضح. Que l'idée بأن الفكرة n'est pas d'utiliser l'aile pour les personnes demandant l'asile mais pour les mineurs أو لي دوموند دو بروتيكسيون انترناسيونال. إذن أوضحت الجريدة كوليدي بأن الفكرة نو با دوتيليزي ليل بور لي بيرسون دوموندون لازيل. هاد الفكرة لا تعتمد على استعمال الجناح بور لي بيرسون دوموندون لازيل بالنسبة للأشخاص الطالبين للجوء. إذن طبعا هاد الجناح لن يستعمل من أجل إيواء الأشخاص طالبين للجوء، مي بور لي مينور، ولكن بالنسبة للقاصرين، طبعا سيستعمل
لإيواء القاصرين أو لدوموند دو بروتيكسيون انترناسيونال أو لطلبات الحماية الدولية. ربما يكون هناك أشخاص المجتمع الدولي يطلب حمايتهم، إذن طبعا هاد الأشخاص سيتم إيواؤهم بهذا المكان بهذا الجناح من السجن. Les personnes pour lesquelles les tribunaux jugent nécessaire la rétention en situation d'urgence, les personnes pour lesquelles les tribunaux jugent nécessaire la rétention en situation d'urgence, et dans l'ashras pour lesquels al-ladina بالنسبه لهم les tribunaux jugent nécessaire المحاكم يحكمون بأنه ضروري la rétention en situation d'urgence الاحتفاظ بهم la rétention مقصود بالاحتفاظ. الأشخاص الذين تحكم المحاكم بأنه ضروري الاحتفاظ بهم en situation d'urgence في حالة الضرورة هؤلاء الأشخاص الذين تحكم المحاكم بأنه يجب الاحتفاظ بهم لضرورة ما، إذا طبعا سيؤخذ بهم إلى هاد الجناح. Les personnes pour lesquelles les tribunaux jugent nécessaire la rétention situation d'urgence. En effet, في الواقع, le nombre d'étrangers clandestins en particulier. إذا في الواقع عدد الأجانب السريين en particulier بالخصوص le nombre d'étrangers clandestins en particulier إذن عدد الأجانب السريين كما لو نقول en particulier بالخصوص أو خاصة depuis l'arrivée des bateaux de fortune يعني منذ وصول قوارب البواخر أو القوارب de fortune. طبعا la fortune لها عدة معاني، ممكن أن تعني الثروة، ممكن أن تعني الحظ أو القدر، وممكن أن تعني أيضا كما عندنا هنا حادث يقع في البحر. إذا نتكلم عن حادث يقع في البحر، ربما غرق سفينة أو ما يشبهها، إذا نتكلم عن فورتين. إذا depuis l'arrivée des bateaux de fortune منذ وصول قوارب كما نقول en provenance du Maroc يعني قادمين من المغرب perdu dans la base des données portugaises مفقودون في قاعدة المعطيات البرتغالية في غياجي الأوبينيون. منذ وصول القوارب والقادمة من المغرب perdu dans la base des données portugaises المفقودة في قاعدة المعطيات البرتغالية نتكلم عن القوارب المفقودة في قاعدة المعطيات البرتغالية في غياجي الأوبينيون بيبليك التي أثرت على الرأي العام. طبعا هذه الحوادث أنها جعلت الرأي العام يتحرك أفغياجير لأوبينيون بيبليك التي أثرت على الرأي العام بوسو لو مينيستير أغيفليشير يعني دافعة كما نقول الوزارة إلى التفكير à comment sécuriser et la kayfiyat ta'min les lieux de résidence de cette catégorie d'étrangers et la kayfiyat ta'min les lieux amakin de résidence amakin iqama de cette catégorie il had al fi'a min al ajanib عندما وقعت تلك الحوادث البحرية والقادمة من المغرب. طبعا هذا حرك الرأي العام في البرتغال مما جعل الوزارة تفكر في كيفية تأمين أماكن الإقامة لهذه الفئة من الأجانب. طبعا الأشخاص القادمين من المغرب سواء كانوا مغاربة أو أفارقة مثلا بالنسبة للبرتغاليين هم أجانب. toutefois كيف ما كان الحال رغم ذلك cette idée pourrait ne pas voir le jour car يمكن ألا ترى النور. toutefois cette idée pourrait ne pas voir le jour car رغم ذلك هذه الفكرة pourrait عندنا le verbe pouvoir au conditionnel présent مرة أخرى كما نلاحظ au conditionnel présent طبعا أيضا تفيد هنا الشك.
إذن سيت إيدي بوهي، يعني هذه الفكرة ربما يمكنها. نو با فوار لو جور كار، بأن لا ترى النور عندنا هنا، هذه الفكرة ربما يمكنها أن لا ترى النهار. المقصود أن هذه الفكرة التي ترمي إلى وضع الأشخاص في السجن، أو كما ذكرنا، ربما هذه الفكرة لن تحظى بالتطبيق، ربما أنها لن تطبق، ربما أنها لن ترى النور بمعنى آخر، كار لأنه ليكسبيريونس بريطانيك، لأن التجربة البريطانية دون انكارسيراسيون لي سجن سيميلير لي سجن المماثل كما تريد فعله الآن البرتغال، أفي أمني أن جوج أنها دفعت قاضي، كما نتكلم عن المحكمة العليا دولا هوتكور للمحكمة العليا كما نقول، أديكلاري كو لو غوفيرنومون بريطانيك أفي أنفخا لا لوا، أديكلاري لأنها دفعت قاضي كما نقول من المحكمة العليا، أديكلاري كو لو غوفيرنومون بريطانيك أفي أنفخا لا لوا، إذا دفعت قاضي من المحكمة العليا كما نقول، أديكلاري كو بأن يعلن بأن لو غوفيرنومون بريطانيك لو غوفيرنومون بريطانيك بأن الحكومة البريطانية أفي أنفخا لا لوا، بأن خرقت القانون. إذا طبعا هذه التجربة سبقتها إليها الحكومة البريطانية، مما دفع القضاء للتدخل ثم الإعلان بأن ما قامت به بريطانيا هو خرق للقانون. وبنفس الطريقة إذا طبقت البرتغال نفس المسار، إذا طبقت البرتغال نفس النهج، ربما ينهج القضاء نفس ما نهجه القضاء ببريطانيا، وربما لن تحظى الفكرة بالتطبيق. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله، وإلى لقاء قادم بإذن الله.